دلوقتي عندنا سؤالين في التاريخ، تاريخ، والسؤال هو أسس الفريق جلال هريدي إحدى فرق القوات المسلحة المصرية، فما هي؟ بسملة، بحرية، البحرية. إجابة خاطئة. تم تأسيس الفرقة دي سنة 1955 بسينا. إجابتك طيران. الطيران. إجابة خاطئة. كده الفرصة التالتة، خلي بالكو، بزائد 10 أو ناقص 5. الفرقة دي قامت بعمليات مهمة جدا. 39 قتال. 39 قتال صح؟ طبعا لا، صعقة. ايوه، برافو عليك يا بسملة، علشان بتستعجلي. الفريق جلال هريدي بيطلق عليه الأب الروحي لسلاح الصعقة المصرية، نحييه كلنا. دلوقتي